توفى المولى إدريس وما خلاه وراه حتى شي ولد ليه، ممكن يعينو سكان القبيلة في مكان ويكمل على قاع ديك الخدمة اللي دارها المولى إدريس قبل ما يموت. قبل ما يموت مغدور طبعا بالسم، كما شفنا في الحلقة الماضية اللي كانت على حياة المولى إدريس، واللي غادي تلقاو الرابط ديالها أسفل هذا الفيديو. بعد ما تم دفن المولى إدريس رجعوا الناس للقصر ديالو، وهنا غادي تبان تاني شجاعة الراشد الأوربي اللي غادي يبقى وفي لصديق ديالو المولى إدريس حتى بعد ما مات. غادي يجمع الراشد أهالي القبائل وغادي يقول لهم هانتوما كتشوفوا بعينيكم المولى إدريس راه مات وما خلاش شي ولد اللي يكون في بلاصته، لكن راه خلى مراته حاملة، إلا بغيتو نصبروا واحد شوية تنشوفوا واش غادي تولد، على ربما تولد لينا شي طفل ذكر نربيه ونعلموه حتى يولي راجل قاد على المسؤوليه وعلى زمام السلطه ونبايعوه في مكان الاب ديال. جاوبوه امراء القبائل اللي قلتيها هي اللي كاينه وكلامك فوق راسنا، وانت راك بالنسبه لينا بحال المولى ادريس وما كرهناكش كاع تولى الاماره ديالنا حتى تولد الزوجه ديال المولى ادريس الله يرحمه. أما عن سبب ثقة الأمازيغ في الراشد الأوربي فراه ما كانتش فقط بحكم صلة القرابة اللي كانت بيناتهم، بل بسبب أن الراشد كان رجل يتقي الله حافظ لكتاب الله وسنة رسوله وكان وفي لأهل البيت، يعني كان رجل مزيان. لهذا بقى الراشد هكذا حاكم الدولة الإدريسية مدة من الزمن، عرفت فيها الدولة رخاء اقتصادي واجتماعي، وبقى كيتعامل مع سكان القبائل الأمازيغية بلطف كما كان كيتعامل معهم المولى إدريس تماما، إلى أن جاءت لحظة الحسم بحيث زوجة المولى إدريس أخيرا ولدت وكل شيء مشى كيجري عندها، وشوية كيخرج الراشد عند الأهالي والقبائل الأمازيغية كيبشرهم باللي كنزة الأوربية ولدت طفل ذكر كيشبه بشكل كبير الأب ديالو. لهذا غادي يسميه الراشد قدام أهالي القبائل هذا أميركم اسمه إدريس تيمنا باسم والده إدريس الأول. زاد إدريس تاني نهار 2/3 رجب من سنة 177 للهجرة الموافق ل 14 غشت 793 ميلادية، وقام بتربيته بعد الأم ديالو الرشيد الأوربي بالإضافة لأبو خالد يزيد العبدي، واحد من الرجال اللي كان الرشيد كيتيق فيهم، لأن الرشيد في هذه المرحلة من الزمن كان رجل كبير ومسن وخاف يموت ويخلي إدريس باقي صغير وما كيعرف والو في تسيير دولة كبيرة وحديثة التأسيس في نفس الوقت. لذلك جاب صاحبه أبو خالد يزيد العبدي باش حتى إلا مات غادي يخلي ليه في جنبه واحد من الرجال الثقة. تعلم إدريس الثاني القراءة والكتابة وحفظ القرآن والتفسير في سن 8 ديال السنوات فقط على يد الشيخ ديالو الرشيد الأوربي، بالإضافة للسياسة من خلال الدراسات على بزاف ديال الأمراء والملوك، ثم من بعد فترة من الزمن داهل تعلم فنون الحرب والقتال بحال ركوب الخيل والرماية، وقدر إدريس باش يتعلم لهادشي كله وهو في سن 10 ديال السنوات. وهنا غادي يطلب الرشيد من القبائل الأمازيغية باش تجدد البيعة ديالها لإدريس الثاني وهو ابن 11 سنة، لكن طبعا ما كانش غادي يتولى الخلافة بهذا السن، بل كان دائما الرشيد في جنبه. بعد وفاة المولى إدريس الأول كان الخليفة العباسي هارون الرشيد مرتاح شيئا ما بعد ما نجحت له الخطة ديال الاغتيال اللي قام بها سليمان بن جرير الشمخ، لأنه ظن باللي صافي قضى على دولة الأدارسة اللي كانت كتسبب ليه خطر محدق على الأراضي ديالو، إلا أنه في يوم من الأيام كيتلقى رسالة جاية من إفريقيا كيقولوا فيها باللي المولى إدريس خلى مرته حاملة قبل ما يموت وراها ولدات طفل ذكر، وراه داك الطفل ذكي بزاف لكن باقي ما وصلش على سن الخلافة. أنا غادي يقرر هارون الرشيد مرة أخرى باش يعاود الكرة وغادي يعطي أمر بقتل إدريس الثاني أو الرشيد الأوربي واحد فيهم، واللي تكلف بهذه المهمة هو إبراهيم بن الأغلب، والمقابل إلى نجحت هذه الخطة هو يعين الخليفة والي على مدينة إفريقيا مكان الوالي الحالي محمد بن مقاتل العكي. المهم تم الاتفاق بين الخليفة هارون الرشيد
وإبراهيم بالأغلب، وشدد الأخير الطريق صوب المغرب الأقصى. لكن من يوصل القاب اللي الأمور ماشي سهلة والحراسة في كل مكان. أما عند ريس تاني فكان الوحيد اللي كيطيب ليه وكيوكلو هي أمو كنزة اللي كانت خايفة عليه اللي قتلوه كما قتلوا الأب دياله بالغدر. هنا غادي يغير إبراهيم بن أغلب الخطة دياله لواحد الفكرة جهنمية، بحيث غادي يبقى يتسنى قدام القصر حتى بانوا ليه واحد جوج خارجين داخلي، ربما كانوا خدامين تما. المهم مشى قصدهم وعطاهم واحد القدر كبير من المال، والمقابل هو يحطوا السم في الماكلة ديال الرشيد الأوربي شيخ إدريس الثاني. وفعلا في نفس النهار غادي تخرج الهضرة باللي الرشيد الأوربي في ذمة الله. مات الرشيد الأوربي واحد من أهم رجال الدولة، لكن الدولة الإدريسية ما ماتتش، بقات مستمرة كما كان مخطط لها الرشيد اللي كان دار بالحساب لهذا النهار قبل ما يوصل. كان عارف باللي النهاية دياله قريبة لا محال، لكن قبل ما يموت كان حط في بلاسته واحد الشخص اللي كان بحاله وفيل الدولة الإدريسية، واللي هو أبو خالد يزيد العبدي اللي غادي يصبح الحاجب ديال إدريس الثاني، لكن لفترة قصيرة لأن الرشيد صعيب تلقى بحاله، حيث هو تربى في بيت أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر معهم وتعلم منهم بزاف الأمور على كيفية تسير الدول. وأما أبو خالد يزيد العبدي كان فقط إنسان عالم، يعني حافظ لي القرآن وللتفسير والعلم، لكن ما كانش عنده دراية بتسير، وكان خايف ليه هرس ثقة الرشيد فيه اللي وصاه باش يكون وصي على إدريس الثاني حتى يوصل سن الخلاف. المصادر التاريخية ما تكلمتش لنا بزاف على هذا الشخص، اللي تذكر هو أنه كان رجل مزيان وكان رجل ثقة، وخير دليل على هذا الكلام هو أن الرشيد الأوربي أعطاه هذه المهمة قبل ما يموت، لأنه كل ما كانش رجل ثقة ما كانش غادي يعطي الرشيد هذه المهمة اللي مهمة صعيبة إلى ما كانش رجل ثقة. المصادر التاريخية أيضا كتقول باللي أبو خالد يزيد العبدي بعد مرور وقت من الزمن وتقدم سين إدريس الثاني غادي ينسحب من هذه المهمة وغادي يعطي كامل الصلاحية لإدريس الثاني باش يكمل على طريق الأب ديالو بعد ما وصل لسن الخلافة. هنا كينتهي ذكر أبو خالد يزيد العبدي. تجمعات القبائل الأمازيغية كلها وجددات الولاء والبيعة لإدريس الثاني سلطانا لدولة الأدارسة، كانت في مقدمتهم قبيلة أوربا وصنهاجة وغمارة بالإضافة لزناتة. وبعد نهاية مراسم البيعة طلع إدريس الثاني للمنبر وخطب أول خطاب على أهالي القبائل الأمازيغية اللي بيعاته طبعا بالسمع والطاعة، وكان هذا هو نص الخطاب: الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأتوكل عليه وأعوذ به من شر نفسي وشر كل ذي شر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الناس، إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف للمحسن فيه الأجر وللمسيء الوزر، ونحن والحمد لله على قصد جميل، فلا تمد الأعناق إلى غيرنا، فإنما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدونه عندنا. كان هذا هو أول خطاب لإدريس الثاني وهو سلطان الدولة الإدريسية. هذا الخطاب نال إعجاب جميع الحاضرين من أهالي وأمراء، ومن ينزل من على المنبر تلاحوا عليه الناس وبدأوا كيبوسوا ليديه، ما يعني أن الجميع كان راضي وكان كيبايع السلطان الجديد إدريس الثاني. وداع الصيد ديال هذا الخطاب وطريقة السرد دياله في كامل البلاد، وصل حتى القبائل البعيدة اللي ما قدروش يحضروا لأول خطاب الإدريس الثاني على الرعية دياله. غير أن بعد هذا الخطاب جميع الأهالي والقبائل طمنوا على مستقبل البلاد وعلى مستقبلهم، بحيث أكدوا أنهم في أيادي آمنة، وهالدري نسخة طبق الأصل للأب دياله في العلم وفصاحة اللسان. لذلك كل شيء تنبأ بنجاح هذه الدولة الجديدة اللي تأسست في المغرب على يد المولى إدريس الأول.
المهم إدريس الثاني بعد النهاية من استقبال وفود المهنئة من كل أرجاء المغرب واللي دامت مدة ديال عام، ثم من بعد غادي تولى المهام ديالو وغادي أمر بتعليم الناس الفقه ونشر الدين والعدل في جميع ربوع الدولة الإدريسية. وبعد ما كثروا أتباع إدريس الثاني وفاتوا العدد اللي كانوا فيه في عهد الأب ديالو إدريس الأول، غادي يكون جيش ضخم وغادي يعلن الحرب على إفريقيا وعلى الوالي ديالها العباسي، العباسيين اللي قتلوا ليه الأب ديالو وصديق الأب ديالو اللي كبروا وعلموا. ومن يسمعوا الأمويين في الأندلس بخبر نية إدريس الثاني الهجوم على العباسيين غادي يرسلوا ليه 500 فارس، وهذا الشيء في سنة 189 للهجرة الموافق ل 804 ميلادية. وبدأ في تأسيس أسس الدولة الحقيقية وعين وزير أول لأول مرة في الدولة الإدريسية، كان الأصل دياله من عرب الأندلس، وسبب اختيار وزير عربي كان بسبب أن الأندلس الأهل ديالها كانوا علماء مثقفين وقارئين العلم أكثر من أمازيغ المغرب. أيضا ما نساوش أن الأندلس في ذاك العهد كانت حاضرة العلم. على أين غادي يقوم إدريس الثاني بتعيين الوزير الأول للدولة، وغادي يطيح الاختيار على الفارس عمير بن المصعب الإيزيدي اللي كان فارس أيام الدولة الأموية، وكان سبب استقراره في الأندلس هو هروبه مع الأب ديالو من الشرق بعد ما سقطت الدولة الأموية. ومن يسمع بأن إدريس الثاني هو سلطان الدولة الإدريسية غادي يكون من ضمن 500 فارس اللي اعطاتهم الدولة الأموية لإدريس الثاني. كان عمير بن مصعب الإيزيدي إنسان مثقف ومتفقه وكان مخلص لواحد الدرجة لا تصور للسلطان إدريس الثاني، وكأن الرشيد بعث من جديد وتكتب ليه أن يكون صديق لإدريس الثاني. عمير بن مصعب الإيزيدي كان عنده دور كبير في تأسيس بزاف ديال الحوايج في الدولة الإدريسية، وكان عنده دور كبير في تأسيس مدينة فاس لأنه كان كيعيش أولا في دولة منظمة، يعني كان عارف وفاهم كيفاش ممكن تسير دولة، وحول معاه كاع الأفكار الأموية اللي في الأندلس للمغرب وطبقها في الدولة الإدريسية وحقق مناصب جديدة داخل الدولة. وبعد مرور مدة من الزمن تبين الإدريس الثاني حسن وإخلاص عمير بن مصعب الإيزيدي، فزوج بنته عاتكة واعطاه مكان سكنة خاص به في مدينة فاس اللي غادي يجعل منها إدريس الثاني فيما بعد عاصمة لدولته. إدريس الثاني كما سبق وقلت كان واحد الدري اللي ذكي بزاف، فلاحظ أن الأمازيغ كانوا كيلقاو مشكل خصوصا في التواصل، ما كانوش كيعرفوا العربية، كانوا كيلقاو مشكل كبير في التواصل مع الوزير الأول عمير بن مصعب الإيزيدي، لذلك غادي يعين وزير آخر وكان الأصل ديالو أمازيغي، كان اسمه بهلول بن عبد الله بن عبد الواحد المطغري. هاد الأخير كانت المهمة ديالو هي يترجم الهضرة والقرارات ديال الوزير الأول عمير بن مصعب الإيزيدي للقبائل الأمازيغية، غير أنه بعد مرور مدة من الزمن تبين أن بهلول بن عبد الله بن عبد الواحد المطغري كان خائن بسبب أنه تلقى مجموعة من الهدايا الثمينة من إبراهيم بن الأغلب والي إفريقيا العباسي من أجل إبطال مبايعة إدريس الثاني، وفعلا داك الشيء اللي كان، بحيث في يوم من الأيام غادي يعلن بهلول بن عبد الله بن عبد الواحد المطغري أنه هو والقبيلة ديالو كيبايعوا العباسيين. ومن ساق إدريس الثاني الخبر أمر بإبعاد بهلول من البلاط الرئاسي في الوقت اللي كان فيه هارب عند والي إفريقيا إبراهيم بن الأغلب. أما عن إدريس الثاني فما كان منه إلا أنه ما تسوقش لذلك الخائن وكمل في تعيين الوزراء، وكان من بينهم عامر بن سعيد القيسي على القضاء بسبب أنه كان إنسان مثقف في الدين، كما أنه أيضا عين على الديوان الكاتب أبا الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي، وحول مركز الحكم كما قلت من قبل من مدينة وليلي لمدينة فاس اللي كانت حديثة التأسيس آنذاك، ومن بعد توجه للعمل العسكري من خلال الهجوم على كل من بلاد المصامدة أو السوس، ثم الهجوم على بلاد أغماش، ثم واد النفيس اللي كانت آنذاك منطقة
كثيرة المياه والوديان والثمار. وكان سبق العقبة بن نافع أن استولى على هذه المنطقة سنة 62 للهجرة، لأن هذه المنطقة كتعتبر مكان مهم لأي دولة بحكم توفرها على الوديان والأشجار المثمرة، كما أنها غادي تشهد من بعد على واحدة من أكبر الإمبراطوريات في تاريخ المغرب، ألا وهي الإمبراطورية الموحدية. أما عن منطقة أغماش فكانت متفرقة على جزئين، كانت أغماش أوريكا وأغماش هيلانا. أما الأولى فكانت على شكل فندق عامر بالتجار، غالبا اللي كانوا جايين من منطقة واد نفيس، بحكم أنها كانت كتعرف سوق أسبوعي كبير كيتقام كل يوم الأحد. المهم هذه المناطق كلها غادي يزيدها إدريس الثاني للدولة ديالو، وغادي يعمل على نشر الإسلام في هذه المناطق، وهكذا غادي تزاد السوس كامل للأراضي الإدريسية. وبعد ما رجع إدريس الثاني للعاصمة ديالو فاس، غادي يأمر ببناء دار للسكة، وغادي يطبع الفلوس لأول مرة باسم الدولة الإدريسية سنة 198 للهجرة الموافق 814 ميلادية. وبعد سنة من هذا التاريخ غادي يعاود يخرج إدريس الثاني للقتال، لكن هذه المرة كان ضد الخوارج الصفريين اللي كانوا كيعتنقوا واحد الدين مختلف شيئا ما على الدين الإسلامي. كيقول المؤرخ ابن أبي زرع في الكتاب الشهير ديالو الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، أن إدريس الثاني مع وصل لمكان المعركة تفاجأ بأن الخوارج الصفريين كان العدد ديالهم ضعف عدد الأدارسة 3 ديال المرات، فنزل إدريس الثاني من على الفرس ديالو وتوضى وصلى 2 ديال ركعات ودعا الله ثم ركب على الفرس ديالو، وكان أول المهاجمين على الخوارج الصفريين اللي كانت الدولة ديالهم كتحمل اسم دولة بني مضرار. بدأت المعركة وتقدم إدريس الثاني الجيش ديالو، وبقات المعركة مشتعلة على ما هي عليه حتى منتصف النهار، ورجع المولاي إدريس شوية للخلف ورفع عالم الدولة ديالو باش يزيد يشجع الجيش ديالو. وفعلا في نهاية اليوم كان الانتصار حليف الدولة الإدريسية، وإدريس الثاني اللي غادي ينتصر على الخوارج الصفريين وغادي يوسع الدولة ديالو تلوات الشلف في المغرب الأوسط، ثم توجه نحو تلمسان اللي غادي يبقى فيها مدة ديال 3 سنين حتى تهنى من جهة ديك المناطق، وعطى الأمر بتعليم قبائل الخوارج الصفريين للدين كما أنزل وبالطريقة الصحيحة، وقام أيضا بإصلاح المسجد اللي كان بناه الأب ديالو في أول زيارة ليه في تلمسان بعد ما دخلت تحت الطاعة ديالو. المهم بعد ذلك قرر إدريس الثاني باش يرجع لمدينة فاس عاصمة الملك ديال الأدارسة، بعد ما اطمن على المنطقة وعلى انسحاب الخوارج من ديك الأراضي، وعين ولاد عمو على مدينة تلمسان وعلى المناطق المجاورة، ثم شد الرحال صوب مدينة فاس. كانت هذه الرحلة اللي قام بها إدريس الثاني هي آخر رحلة غادي يقوم بها في حياته، حيت مع وصل لمدينة فاس ما هي إلا أيام معدودة غادي يسلم روحه لبارئها بسبب تناول واحد الطبق من العنب اللي كان سبب في الوفاة ديالو، بعد ما حبسات ليه واحد الحبة ديال العنب تنفس ومات على إثرها، وخا أنه بعض المؤرخين كيقولوا أن الحبة اللي كلا كانت حبة مسمومة والله أعلم. المهم اللي متأكدين منه واللي عندنا في الكتب التاريخية هو أنه بعد ما مات تم دفنه في مسجد الشرفاء. مات إدريس الثاني وخلى دولة الأدارسة في أقصى اتساع لها من واد الشلف في المغرب الأوسط شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى السوس جنوبا، بل تقدم حتى حبسات الصحراء وكل هذه المناطق البعيدة اللي ما وصلهاش الإسلام قدر إدريس الثاني باش يفتحها وينشر فيها الإسلام في الوقت اللي كانت فيه مجموعة من الديانات كتنتشر في جل أنحاء المغرب، وخلاها إدريس الثاني كتنعم بالراحة والسكينة والعدل. مولى إدريس الأول أرزق الله بطفل واحد، هذا الطفل غادي يخلي مراه 12 ولد ذكر، وهما محمد وعبد الله وعيسى ودريس
وحمد وجعفر ويحيى والقاسم وعمر وعلي وداود وحمزة، وكان أكبرهم هو محمد بن دريس الثاني اللي كانت الأم ديالو أمازيغية من بلاد نفزة، وتم تلقيبه بالمنتصر بعد ما تولى الخلافة والمبايعة بعد الأب ديالو إدريس الثاني بحكم أنه الأكبر من بين إخوته، غير أنه غادي يسمع الكلام جداه كنزة الأوربية أم دريس الثاني وزوجة إدريس الأول، وغادي يدمر كل ما بناه الأب والجد ديالو. فشنو قالت ليه جداه كنزة الأوربية؟ هادشي اللي غادي نعرفو إن شاء الله في الحلقة الجاية اللي غادي تكون حلقة خاصة بمرحلة محمد بن دريس المنتصر. إذن هكذا كنوصلوا لنهاية الحلقة ديال اليوم، لا تنسوا تدعموا هذا المحتوى اللي كياخذ منا وقت طويل بزاف في تصميم الحلقات والبحث على المواضيع، لذلك ما تنسوش مشاركة الرابط ديال هذه الحلقة مع الأصدقاء ديالكم عبر الواتساب، عبر فيسبوك، عبر مجموعات الفيسبوك، عبر انستغرام، تيليجرام، وما تنسوش تضغطوا على زر لايك باش يوصل هذا الفيديو لعدد كبير من المتابعين الأوفياء لهذا المحتوى التعليمي اللي كنقدم. إذن موعدنا إن شاء الله الحلقة الجاية مع موضوع جديد، ما تنسوش تخليو تعليق إلى بغيتو نبحثو في تتمة هذه القصة الشيقة. أخير الكلام، في أمان الله.